تجدد أزمة البنزين والخبز، والخرطوم تهدد بإقلاق المخابز المتلاعبة بالدقيق. تجددت أزمة البنزين والخبز بالعاصمة الخرطوم أمس رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الولاية في وقت هددت فيه السلطات بإقلاق المخابز التي يثبت تلاعبها في حصة الدقيق المدعومة من الدولة المخصصة لصناعة الخبز. ورصدت السودان اصطفاف العشرات أمام المخابز المنتشرة في أحياء العاصمة، وعزى أصحاب المخابز مخابز الأزمة لتراجع حصص الدقيق في وقت شهدت فيه محطات الوقود صفوفا طويلة من السيارات، ووضع اجتماع موسع للجنة أمن محلية الخرطوم ومديري الوحدات الإدارية واللجان الشعبية أمس الاثنين عدة ضوابط تنظيمية لضمان انسياب سلعة الخبز للمواطنين، وشملت ضوابط تحويل الصلاحية الرقابية على المخابز للوحدات الإدارية واللجان الشعبية بالتنسيق مع القوات النظامية بالوحدة للرقابة والإشراف على تسلم الحصص المقررة لكل مخبز. إذن أستاذ مقداد، مرة أخرى تجدد الأزمة بصورة كبيرة فيما يخص الوقود والخبز، رأيك ما سبب تكرار هذه الأزمات ما أن تنتهي إلى أن تعود مجددا؟ يبدو أن الحكومة في كل معالجاتها السابقة تلجأ إلى الحلول الآنية وحلول يمكن أن نقول رزق اليوم باليوم. هذه مشاكل ترتبط بالمشكلة الاقتصادية الكلية في البلاد. إن لم تعالج المشكلة الاقتصادية بكلياتها وبرمتها مؤكد أن الأزمات ستصهر كل حين، وليست الأزمة هي في الدقيق والوقود فقط، هنالك أزمات في الدواء، هنالك أزمات كثيرة تضرب المجتمع السوداني، هناك تزايد كبير في أسعار السلع، كل ذلك يعود إلى سبب ومشاكل اقتصادية اللي هي، لكن في الأصل السودان هو المشكل مشكل سياسي. ما لم تعالج المشكلة السياسية في البلاد وتحدث تسوية وتمزيق فاتورة الحرب التي تكلف خزائن البلاد مبالغ كبيرة، يبدو أننا سنواصل في ذات المنوال، خصوصا ما يزيد الطين بلة هو التعاملات الغربية مع السودان. لا تزال رغم رفع الحظر الأمريكي أو العقوبات الاقتصادية الأمريكية منذ أكثر من عام، ولكن لا تزال البنوك الغربية والعواصم الغربية تمتنع عن التعامل مع السودان. هنالك بعض الاختراقات الصغيرة ولكن ليست كما هو مرجو، ويبدو أن الجهات الغربية كلها تنتظر حدوث تسوية سياسية في البلاد ومن ثم تبدأ تعاملاتها مع الخرطوم. العواصم الغربية والصناديق الغربية تشكك كثيرا في الخرطوم وفي نواياها، ولها في ذلك صراحة يعني رصيد كبير من المواقف التي تظن أن الخرطوم كانت فيها يعني تدعم مواقف متشددة. وبالتالي ما لم يتم حل الأزمة السياسية فلن تتهاوى بقية المشاكل. في الخبر تجدد أزمة البنزين والخبز، دعنا نقف فيما يخص البنزين. الأزمة كانت في الجازولين والآن لحقها البنزين، والمصفاة تقول أن انسياب الوقود تمضي على النحو المطلوب. هل الأمر له علاقة بالتهريب والجشع؟ هذا جزء من المشكلة وليس كل المشكلة. رويدة، المشكلة مشكلة كبيرة، يبدو أن بعضها تتحمله الحكومة وبعضها يتحمله المواطن بسلوكه. الحكومة يعني عجزت عن بسبب نقص حصائل النقد الأجنبي في البنك المركزي، عاجزة تماما عن توفير السيولة رغم اجتهاداتها الكثيرة، ويبدو أن المضاربات التي تحدث في سوق النقد الأجنبي في السوق الموازي تحديدا تصعب على الحكومة ملاحقة السوق الموازي، رغم وضع آلية صناع السوق التي كان يؤمل أن تعمل على استقرار اقتصادي. وبالتالي فإن مشكلة النقد الأجنبي تمثل مشكلة كبيرة للحكومة. معلوم أن السفن تكون راسية ويعني متحركة في المواني وفي البحار وهي مزودة بالوقود، ولكن هل تملك الحكومة يعني حصائل نقد أجنبي
لهذه السفن ولي توريده وإدخاله إلى الطرمبات وإلى محطات الوقود، يبدو أن الحكومة لا زالت تواجه مشكلة في هذا الأمر. نعم. المشكلة الثانية متعلق بسلوك المواطن، يبدو أن الأزمات الكثيرة التي حدثت للمواطن السوداني في الفترة الأخيرة جعلته يرتاب كثيرا في الحلول الحكومية، وبالتالي فإن كل شخص متى ما وجد فرصة لتخزين ولتموين ولتشوين نفسه بالوقود أو بغيره من السيولة وخلافه يبدو أنه يسعى لذلك، وبالتالي حالة تخزين الوقود في المنازل وهي بالنسبة لي مبررة صراحة تقود إلى جزء من الأزمة. نعم أستاذ مقداد، الأزمة تأتي هذه المرة في ظل تدفق بترول الجنوب المنتظر الذي كان مرجو منه أن يساهم في فك هذه الضائقة، برأيك هل تبدو في الأفق بوادر لحل جذري لهذه الأزمة؟ يبدو أن بترول الجنوب لن ينساب قبل العام شهر مايو في العام المقبل، وهذا بوفق تصريحات صحفية لوزير النفط في الجنوب، حيث تحدث عن أن هنالك بعض المشكلات التي تعتري حقل ثيرجاز المشهور، وبالتالي لن ينساب النفط قبل شهر مايو المقبل، وبالتالي التعويل على نفط الجنوب عموما هو من الخطورة بمكان. فالجنوب دولة رغم التوقيع على اتفاق سلام مؤخرا بين الفصائل الجنوبية لعبت فيه الخرطوم دور كبير، فإن الجنوب أوضاعه هشة، ويمكن أي تعويل على النفط الجنوبي وحدوث اضطرابات هنالك أن تعود المشكلة بشكل أكبر، وبالتالي نعود إلى الحديث الذي كان يقوله الخبراء منذ وقت طويل أن على الحكومة أن لا تعول على النفط وتحديدا النفط الجنوب، وتعول على المصادر الدائمة مثل الزراعة ومثل الصناعة، ولكن يبدو أن الحكومة لا تزال تلعب كرت النفط الجنوبي، وهو كرت خطير جدا، والدليل على ذلك أن النفط الجنوبي لن ينساب بشكل طبيعي قبل شهر مايو العام المقبل. نعم أستاذ مقداد، بالمقابل هناك أزمة في الخبز وشهدت مخابز كثيرة في العاصمة والولايات انعدام السلعة في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن ضوابط جديدة، أين تكمن المشكلة؟ ولماذا ظلت هذه الأزمة حاضرة بصورة متجددة؟ يبدو أن أزمة الخبز صراحة عجزت الحكومة عن معالجتها، لأنها تبتدر دوما حلول جزئية ولا تنظر إلى المشكل بشكل كامل. كما سبق وقلت أن المشكلة هي مشكل سياسي في الأساس، ولكن حتى في معالجاتها الآنية يبدو أن الحكومة تلجأ دائما إلى الخيار والعلاج الأمني، وهو على أهميته يبدوه غير كافي. الحكومة تراقب وتفعل دائما، وتقول أنها تفعل الأدوات الرقابية، ومؤخرا في آخر اجتماع لحكومة ولاية الخرطوم مع الأجهزة النظامية تحدثت عن وضع رجالات اللجان الشعبية في المخابز وشرطة نظامية لمتابعة الأوزان ولمتابعة انسياب الخبز بشكل دقيق وضمان ذهابه كله في حصة الخبز. ولكن المشكلة الأساسي أن هنالك مشاكل أخرى تتعلق بالصناعة، تتعلق بالضرائب المفروضة على الوقود، على أصحاب المطاحين، وكل هذه مشكلات، حتى مشكلة الكهرباء التي كان اتحاد المخابز يتحدث قبل فترة طويلة عن أنها سبب رئيسي في موضوع شح الخبز، وبالتالي تحتاج مشكلة الخبز إلى نظرة كلية واستصحاب كل الأطراف المشاركة أو الموجوعة بهذه الأزمة لضمان انسياب الخبز. ولكني أظل أردد وأقول أنني مع أن الخبز يذهب أو الدقيق يذهب إلى الخبز، باعتبار أن الحكومة صراحة تتكلف وتدفع فيه مبلغا كبيرا، اللي هي تدفع حوالي 250 جنيها للجوال، ومن الخسارة صراحة أن يذهب هذا الدعم لصالح شرائح أو يتهرب إلى خارج البلاد. نعم أستاذ مقداد، يعاب على الحكومة أنها تراهن على الحلول الأمنية، وهذا ما ظهر جليا في الضوابط التي وضعتها مؤخرا، برأيك هل الخيار الأمني يمكن أن ينهي هذه المشكلة؟ بشكل جزئي فقط، لا يمكن أن ينهيها بشكل نهائي، يجب أن تكون هنالك معالجة سياسية في المقام الأول، أن تكون هنالك معالجات اقتصادية تشمل خفض الضرائب وتشمل تقليل الرسوم المفروضة على أصحاب المخابز وخلافهم، وكذلك على الحكومة الاستمرار في الدعم.
للخبز بشكل أساسي ولا تتوقف عن دعم هذه السلع الاستراتيجية، باعتبار أن المواطن السوداني منذ الانفصال يدفع في فاتورة الانفصال وفاتورة تبعاته الكبيرة. على الحكومة صراحة أن تعول على الحلول الأخرى وتسوقها جنبا إلى جنب مع الحلول الأمنية. نعم، هناك عمليات تهريب واسعة جدا فيما يخص سلعة دقيق الخبز، هل يمكن للحلول الأمنية أن تسهم في هذه الحلول؟ بشكل كبير. حتى القريب يا رويدة أن ولاية الخرطوم تتحدث عن تهريب الخبز، تهريب الدقيق المخصص للولاية إلى خارج الولايات أو إلى الولايات المجاورة. الولاية تتحدث عن يعني أن ولاية الخرطوم يعني السكان فيها يكاد يعادلون ربع سكان السودان. الولاية موبوءة بكمية كبيرة من اللاجئين والنازحين، وبالتالي تحتاج إلى هناك تزايد مستمر في يعني الطلب على الخدمات والطلب على الخبز وخلافه، وبالتالي فالأجهزة الأمنية عليها دور كبير في إحكام الرقابة على المخابز وفي إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية سواء في الولاية أو خارج السودان، لضمان أن توجه كل الحصص المخصصة للخبز إلى المستحقين من المواطنين. هناك من يستخدم هذه الحصص المخصصة لدقيق الخبز في المعجنات وفي الخبائز الأخرى في المخابز، يعني لأي مدى أسهم ذلك في استفحال هذه الأزمة؟ صحيح، الحكومة بنفسها تغير بهذا وتتحدث كثيرا عن أن الخبز أو الدقيق المدعوم يجب أن يتوجه ويخصص إلى سلعة الخبز. الحكومة تقول أنها تدعم هذه السلعة الاستراتيجية والحساسة لأجل موضوع الخبز ولأجل توفير الخبز للمواطنين، ولكن يعني صراحة موضوع الأرباح السريعة يعني يدفع كثير من ممكن نقول الجشعين أو المقامرين أو غيره لبيع هذا الخبز أو هذا الدقيق في السوق الأسود وتحقيق أرباح سريعة، أو تحويله كما قلتي وأسلفتي إلى معجنات وإلى حلويات وغيرها، باعتبار أن المداخيل في هذه المأكولات والمخبوزات تمثل عوائد سريعة وكبيرة مقارنة بالخبز الذي تصر بعض الجهات على رفع سعره وتقول أنه غير مجزي. نعم.